كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أنا فلاح أصيل معتمدي بجمع عباس ولاية كسرين، فلاح عندي زيتون بيولوجي. اليوم جينا نشوفوا في الصابة نتاع الزيتون لقوها ما شاء الله، جينا باش نبيعوا ما لقيناش ونبيعوا، ما الدولة ما عندهاش حل. حقيقة شيء أسف، لتر زيت 40 نتاع كهرباء نورمال مش سباب باش تعمل بيدون أغلى من لتر زيت الزيتونة، وحاجة ما تفرحش، حاجة ما تفرحش. أنا ناس غادي مسالين في الشركات، الغلاء نتاع الماء، البذور، كل شيء متحملينه هو على شريط حدودي، برشا مشاكل، برشا مشاكل حقيقة. بالنسبة لي أنا كشخص اليوم مانيش مروح، كي نعمل بتاتنا في 500، لكن زيت بيولوجي بتاتنا في 500، لكن الدولة قالت لكن الدولة طوب ساعة تحت 500، الدولة تسعره من بعد نبيعه. وإحنا شريط يعني الشمال الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب بيعه، وإحنا زيتنا من بعد يسعره ما بخمسة ريال. أنا حين في أكتوبر، ليش ما تسعرش في أكتوبر؟ أنا ما طالبنا، أنا ما طالبنا تعويض بتاع 2018. انا شخصيا نجيب عندي وثائق نسيتهم باش نجيبهم معايا، نجيبهم بارفاك، دخلت الحبس على الاسم ده وعلى التيواج وعلى ثابت يضري باش نبيع ارضي ونقاد الزيت. بلاد دخلت وعجز قاس ام استشار وباني والدور وصوتينا صوتينا صوتينا وعملت دينداتي في التركان، واليوم احنا نجري في جرتكم. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، ولكن حد الدهر بيننا، الدهر بيننا، الدهر بيننا ان شاء الله. فلاح وين وخيرك، وين وغيرك، وين وشعيرك يا فلاح، 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 وين وخيرك. عام الاول اطلب باش نغزو 9 ملايين زيتونه. الور اللي ما شافوش الصابه نتاعتنا نحن تو فاش مكدسه، قبل ما تبدا 9 ملايين تنتج، وقبل ما يبدا الزيتون الصغير ينتج، معناها هو يدي نمبورت كوا كلام يقول فيه برا اغرز، ما ثمش استراتيجيه. انا يحب يبلعوه الفلاح. سيد هذايا الوزير هذايا قصرنا، الله يغفر له ويسامحه، ما خلى فينا شيء، ما خلناش خلاص، ما ورمنا المصاريف ورمنا الاتعاب من معناها 1000 كيلومتر للريتور كان من اجل الشيء هذايا، لان زيتوننا هملس ايام نقول مش لقطه، نجيب نخلص الخدام، ما نجيبش نخلص، نهز ندرس ما ثماش ما ثماش ما ثماش مردود، وين باش مسيرينا؟ نحب نفهم مسيري وين باش نمشي تولوا. الفلاح هذه وين اتجاه؟ اليوم الفلاح اصبحت خلاص طايحه طايحه. سيد الوزير هذا كيف قصته؟ وين كان هذا؟ هذا نحبه، وين كان السيد هذا؟ يا اخي عيش في القطر التونسي ولا عيش برا. يا سيد كان هو يعيش في تونس، قل له غير معلوماتك، غير معلوماتك عمل فلاح، راهي ركيزة البلاد هي الفلاح، ما حاجتنا حتى بشيء احنا، لا حاجتنا بالوظيفة العمومية لأن أولادنا هذه أيسناها، ولا حاجتنا حتى بأي دعم، حاجتنا بالفلاحة توقف على العمود الواحد. شو طالبين؟ طالبين الزيتون يلزم يروج لنا زيوتنا يخرجها، والترفيع في الترفيع في أسعار الزيت، أسعار الزيت لأن اليوم ما عادش قبلنا، ما عادش قبلنا، زيت 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 الزيتون أرخص من زيت المكاليك كله. هذا معقول؟ هذا هل يعقل؟ هذا ما يجيش، ما يجيش. يا سيد الوزير من فضلك، احنا جانا وصلنا المعلومه، بلغنا معلومه الفلاحه، فلاحه راهي متقدم، فلاحه ما جت للمكان هذا ووقفت قدام سيادات الوزارات الا من الضغط، والضغط يولد الانفجار، الضغط يولد الانفجار. انت ملعبهم انت، هذا ما سمعكمش الوزير، ما حبش يخرج الوزير، ما خش شد روح لداخل، ما حبش يخرج الوزير، يدرك وجهه ما حبش يقابلني، خاطر عملها هو، عملها الوزير، ما حبش يخرج. عليه ما يخرجش يسمعنا، طبعا يبقى هو هنا في القصر في الاتحاد بتاعه، ما يخرجش الوزاره، واحنا اللي جايين من مدنين من اخر نقطه حدوديه، ما يسالش نتعب وما يسالش. هو باش وصل للكرسي الوزير؟ باش وصل؟ وصلت انا وانت وغيرك وغيرك، صحيح ولا الكلام؟ بس صوت باش وصل شد الكرسي هاك وخذ المنصب وخذ المنور بتاعه، اليوم يظهر يخرج يسمعنا. الفلاح يوكل فيك يا مواطن، فيك طير، الفلاح يوكل فيك يا
اللي بروش ولايه سريان. شو المطالب؟ شو خليكم تجيو من غادي تقدموا وزاره الفلاحه؟ شو طالبين بالضبط؟ احنا جينا وزاره الفلاحه اليوم ان شاء الله يسمحونا. اول حاجه احنا كمنجين الزيتون تعبنا برشا. كيله موسم فلاحه واحنا قاعدين نحضر روحنا على اساس نطوروا الانتاج، والحمد لله الظروف المناخيه كانت ملائمه للانتاج، ولكن تفاجأنا وقت اللي نبدو نجمعوا الصابه نتاعنا. اول المشكل الاولاني كون اليد العامله ما جيناش، وتفرشت فينا اليد العامله، وصل الخدام يطلب عنا 40 دينار بالنهار، ما يعملش لك 60 70 كيلو زيتون جمعان، هذا واحد. اثنين، تحملنا مسؤوليه اليد العامله وجينا في عمليه الجمع والترويج سواء كان زيت او حب. الترويج هذايا مشكله كبيره ياسر. وزاره الفلاحه تعرف على بين من هذايا من جوان ومن جويلية كونوا معاها الموسم القياسي بالنسبه للانتاج الوطني نتاع الزيتون، ولكن ما حضروش رواحهم ليه. اللي نحن تو كفلاحه اصبحنا في المازق عايشين، وحتى واحد ما جاء الى جانبنا باش يساندنا اللي هو كونه بالنسبه للانتاج نتاع الزيتون على مستوى التقز وعلى مستوى الانتاج وعلى مستوى السعر. بالنسبه للقنطار نتاع الزيتون تو احنا في معتمدي برويس ولايه سريانا ما فاتش 80 85 90 دينار، ورضينا بالشيء هذايا ولكن وما لقيناش ناس اللي باش يشريه من عندنا. باهي نجمو الصابه نتاعنا تبقى في الضيعه، والضيعه تخمر الزيتون يخمر نولوا مش نتلفوه. هذا واحد، لا من جانا ولا من طلع علينا ولا من قال شنو الانتاج هذا. والحال وزاره الفلاحه والهياكل نتاعها المحليه والجهويه حرضتنا ووعدتنا كفلاحه باش نستعملوا الطرق الحديثه باش الصابه نتاعنا تكون قياسيه كما الموسم هذايا، والحمد لله احنا كفلاحه طبقنا الشيء اللي طلبوه منا. ولكن كي جينا في عمليه الترويج ما لقيناش سند لينا، كما كنت نحكي لك الصابه قاعده مطيشه في الضيعه، وجانب منه والاهم و70 80% مازال معلق بالاشجار نتاعو، ولكن فشلنا والهواء طاح لنا. كيف نشوف السوم نتاع كيلو زيت 4300 زاد المعاصريه وزاد الخزانه نتاع الزيت تفرسوا فينا كفلاحه، كونه ياخذ الكيلو نتاع الزيت ب 4300 من المعصره اللي هي يترت الزيت السعر نتاعها ما يتجاوزش 3300. يعني شوف الفلاح مسكين قداش يعاني، ايتر واربع زيت كيلو زيت اللي هو ايتر واربع ب 4300، يعني شوف الفارق هذايا. والفلاح اذا كان مش يبيع بالطريقه هذيا ما يوصلش حتى باش يغطي المصاريف نتاع 60 70% اللي قاعد يصرف فيه طيله الموسم. الحل احنا جينا اليوم على اساس سيد وزير الفلاحه ومن يهم الامر سواء كان على مستوى الاداره او على مستوى السياسه باش يلقوا لنا حل. فاش يحدوا لنا سعر اللي يضمن لنا الماء وجهه نتاعنا واللي يضمن لنا الصرف اللي صرفناه نحن كفلاحه. ولذا احنا كفلاحه ما اقلش من 6500 اللي معناها اذا كان يكون لتر نتاع الزيت الواحد يبدا ب 6500 على اساس نغطوا المصاريف نتاعنا. 5500 احنا مش نمشيين معاه سيد مجيد، هذاك حديث نتاع بيروات، هذاك تحديث ما شمش الهواء، ما شمش التعب، ما مشاش في الصقيع كما نمشوا نحن كفلاحه، وما عناش الخدام، هو ذاك سعر يحدد فيه في البيرو نتاعو، احنا مش معترفين به. هو كي يجي يحدد سوم يجيب فلاحه من كل ولايه، يجيب فلاحه اثنين يجتمع بهم في بيروي غادي كينا يبدو يعدوا له في المصاريف اللي قاعدين يصرفوا هما ثلث الموسم الفلاحي، تو من بعد هو يحدد سوم 5500، هذا حديث نتاع بيروات، هو ماشي. ان شاء الله يجي وزير اخر متفهم، وان شاء الله التشكيله نتاع الحكومه هذيا يجيبوا لنا وزير ولد الميدان، ماذا بينا يجيبوا لنا وزير اللي مر
من مندوب نتاع فلاحة وهو طالع باش يفهم قيمة الفلاحة شنية. أما إذا كان يجيبوا لنا وزير كما السيد هذايا كان في المعارضة وكان كان في حاجات أخرى في مكانات سياسية، هو لو كان جا ولد القطاع ما يحددش الصوم 5500، ولذا احنا كفلاحة نرفضوا الصوم تاع 5500 اللي هو أقره في المكتب نتاعو. احنا ما أقلش من 6500 باش المصاريف نتاعنا نوصلوا باش نقطعوها.